بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وبخير حال. النهاردة انا جايبة لحضراتكم تاخدوا فكرة عن المعرض الصيفي هنا هو باسكندرية. المعرض هنا هو زي ما حضراتكم شايفين، احنا هنا في محطة الرمل بجوار اللي هي ترام الرمل، بجوار القائد ابراهيم، مسجد القائد ابراهيم، تمام، وجوار كمان فندق رويال. وهنا هو في الخلف، هنا هو في مستشفى الميري او هي مستشفى الجامعه. هنخش بقى هنا هو في المعرض وهناخد فكره. المعرض هنا هو في كل حاجه، ده مستحضرات تجميل، في كل الحاجات ديت، فيها مخفضات وفي تخفيضات، وكمان في حاجات كمان لمستلزمات المدارس. السلام عليكم. بصوا بقى زي ما حضراتكم شايفين اهو، ده المعرض ما شاء الله ممتد زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى ان شاء الله، وفي حاجات كمان اهيت للملابس، للمفروشات، في خامات ثانيه اعلى عامله 320. ماشي، السلام عليكم. ممكن اخد فكره بس عن الاسعار؟ هنا اهو 24 اهو، تمام. هنا هو اهيت للمفروشات. اديني فكره عن الاسعار اللي عندكم ان شاء الله، والحاجات يعني كده فكره سريعه يعني. بص، احنا عندنا ملايات صغيره، عندنا ملايات الاستك بتبتدي من اللي هي بتاعت المتر و20 والمتر و60. ثانيه، اللي هم دول بكام؟ متر و20 ب 150 ومتر و60. ماشي، انت عايزه الاسعار كلها صح؟ يعني فكره مثلا بتبدا من من كام؟ تصوري عشان تعرضي ولا تصوري تعملي ايه كده؟ بكام بقى؟ طال بصي، عندك الملايات اللي هي دي العاديه دي عامله 250. في حاجه تانية قطن، ده اللي هو ده سرير واحد كبير، ده سرير الكبير، تمام. ماشي، عندنا منها الوان كتير. طب ولو هو في اثنين اطفال؟ وعندنا اللي هو الاثنين اطفال عامل 300. ماشي، 300 تمام. في حاجات تانية عندنا فرداني كده عامله 95 اطفال، سرير كبير ملايه وتربعتين عامله 125، تمام. عندنا واللحفه اللي انا شايفه فيه الحفه، عندنا فايبر. الحفه في حاجات عندنا بتبتدي من 300، تمام، من 300 و350، وعندنا حاجات 600 زي دي، حاجه زي كده فرو كده، تمام. طبعا عشان كلنا طيبين بقى، احنا ايه داخلين على الخريف، ايوه، وعلى الشتاء بقى جاي ان شاء الله. بتستخدم عشان خاطر التكييف، الناس اللي بتستخدم الحاجات دي عشان التكييف وكده. والكوشن ده، الكوشن ده عامل كده 100 من غير المخده بتاعته من جوه، عامل 75، تمام. في عندنا منه الوان كتير، عندنا برضو كوشن تاني مشجر كده بالمخده بتاعته، بالمخده بتاعته عامل 45، من غير المخده بتاعته عامل 25، تمام. في منه برضو الوان كتير جدا، ماشي، تمام. دي الكوفرتا البيكا، ماشي. في منها دي اطفال ب 175، تمام. في عندنا حاجه كده، ماشي، ده دي كوفرتا اطفال برضو، بس دي اربع قطع، دي عامله 650. في منها برضو اشكال والوان كتير، ماشي. الدفايات دي بقى كل سنه وانتم طيبين، خلاص داخلين على كل سنه، طبعا الساقعه بقى وكده، دي عامله 180 جنيه. حلوه قوي على فكره، وبصوا دي اصلا كمان جدا تمشي كمان، عارفه ممكن زي البطانيه كده، ايوه، تضغطي بيها او حاجه زي كده. عندنا بقى حاجه، بصوا شايفه الترابيع، المخدات بتاعتنا العاديه، ماشي، احنا عاملين لها ترابيع، عاملين مخدات اصلا. ده ايوه زي كيس مخده يدفي كده، يدفي الوتر بروف اللي هو أيوة، عشان خاطر يمنع الميه، زي المرتبه بالظبط، زي حاجات المرتبه بالظبط. عندنا منه للمخده الطويله، عندنا منه للترابيع، تمام. ماشي ماشي، بصوا الاشكال دي، تمام. وهنا هو دي برضو، دي دفايات دي ولا ستاير؟ اهي، ماشي. بكام دي؟ حلوه قوي دي على الترتيب، ماشي، حلوه قوي، تقيله جدا يعني، جميله قوي. بكام دي؟ كل حاجه دي عامله 150 جنيه، دي على الترتيب على طول. ما شاء الله، جميله والله. دفايات كده، الدفايات دي، في البيكا دي بكام؟ الدفايات دي دي عامله 170. حلوه قوي، ماشي، قوي قوي بصراحه. دي حفره اصلا، ايوه بصوا مفرغه، دي حاجه. والكوفرتا دي بكام؟ دي كوفرتا معاها تربعتين بيكا عامله 340 جنيه، دي بتاعت سرير كبير. خديش انتي مش طالعه، هي دي لسه عشان اشوفها. ايوه، كام انتي عامله كام؟ 340 جنيه. 340 جنيه، تعالي بقى بصي كده، كفر المرتبه عامله 175. في كفر، كفرات المرتبه اللي هي الحمايه بتاعت المرتبه، ماشي. عندنا بقى كل المقاسات بتاعت السراير،
طبعا كل حاجة بمقاسها وأسعارها. ماشي. يعني من كام لكام عشان لسه اخد فكرة؟ بس عندنا حاجة من 160 اللي عندنا حاجات تانية لحد 295 على حسب مقاسها. لو في حتى عروسة مثلا بتجهز ممكن تيجي تاخد من هنا وشوية حاجات كويسة قوي اسعارها حلوه قوي. عندنا بديل الدربيه. عندنا بديل الدربيه ده مفارش جبير كده. في عندنا منها للسرير الصغير، عندنا منها للسرير الكبير. ماشي. السرير الصغير اتنين مع بعض وتربعتين عاملين 640 جنيه. السرير الكبير عامل 450 جنيه. ده اللي هو السرير الكبير وده للسرير الصغير. اتنين مع بعض للسرير الصغير. تمام. جبير. وهنا الحاجات اللي تحت دول برضو. دي ملايات. دي ملايات استك بتاعت تقومه اطفال او شبابي يعني. في ناس ما بتحبش تحط الحاجات العلامة ميكي ماوس والحاجات دي، فبتحط الحاجات اللي هي الشبابي دي كده. ماشي. الطقم عامل 300 جنيه الاثنين مع بعض. تمام. اثنين اللي هو اللي هي السرير الفرداني. تمام. السرير متر و20 يعني. واللي هي والساده دول الحاجات اللي هي الساده دي، في ناس بتحب قوي الحاجات دي. ايوه الحاجات دي 250 جنيه الفنادق بقى. أيوة. اللي هو بصي معاكي ايه الحاجات دي بتبقى رقيقه قوي على فكره وشيك قوي في الفرش. الساده دي جميله جدا يعني. ايوه ماشي. ايوه رقيقه قوي في الفرش، فيها ستان يعني داخل فيها ستان وخامتها حلوه قطن في ستان دي فيها لمعه كده. ايوه. طب واللي هي ودي اشكال اللي هي الدفايات بكام؟ دي اشكال الدفايات دي 170. دي العادي يعني. دي العاديه 170. ماشي. تمام. زي ما حضراتكم اهو شايفين اهو دي خدت فكره اهو. ودي الكورتات. احنا منفذ بيع كيانتكس. ماشي. منفذ بيع كيانتكس. ايوه. طب انتوا بقى مع طب مكانكم فين بقى؟ لا احنا مكاننا المصنع. ماشي. بس احنا بنيجي هنا طب. بس في المعرض. طب يعني انتوا المصنع للتجار بس ولا لو اي حد عايز يجي عادي يروح المصنع يشتري من هناك باسعار الجمله؟ طب ادينا بقى مكان المصنع. المصنع بتاعكم فين؟ عنوان المصنع الحاجات اللي كده اللي هي الكبيره دي. لو سمحتوا هو عنوان المصنع بتاعكم فين؟ محرم بيه. محرم بيه. بس هو اللي عاوزنا يجي لنا هنا احنا اونلاين او كده يعني. مش اونلاين. مكانكم بتيجوا هنا كل كام في كام وكام؟ يوم الخميس والجمعه ان شاء الله. يوم الخميس والجمعه من كل اسبوع إن شاء الله. هنا هوت المعرض زي ما حضراتكم شايفين. هنا هوت رقم 44 24 معلش المتابعين كده قوي شرف ليا والله. ماشي. هنا هوت 24. تمام. اتمنى ان شاء الله ان حضراتكم تكونوا خدتوا فكره عن المعرض هنا اهو. كل بصراحه كل حاجه هتلاقوها ان شاء الله. السلام عليكم. اهو هنا في برده شنط مدارس ممكن اخد فكره ولا ايه؟ ماشي. هنا شنط مدارس بكام بقى؟ 250. هنا ودي برده كلهم سعر واحد. دي شبهها برده تقريبا. بصوا يا جماعه اهو عشان طيبين عشان المدارس ده هنا ب 140 حلو اهو. بصوا يا جماعه جودتها كويسه اهو. وشوفوا الجلاليب اللي حضراتكم شايفينها دي عامله 100. ماشي شكرا شكرا قوي. وهنا برضو فيها شغل اللي هو المكرميه ده. بصي ده الشغل ده كان من فتره وشكله تقريبا كده رجع تاني ان شاء الله. السلام عليكم. ممكن اخد فكره عن الاسعار؟ اسعار عايزه تعرفي الاسعار يعني؟ الشغل دوت ما شاء الله المكرميه ده كان يعني راح من فتره وشكله رجع تاني. بقى واضح اهو في منتهى الشياكه بصراحه. عندنا ستاير بس انا ما جبتش للاسف. وعندنا مصر صفرة وهم او سرير ينفع الاثنين بس ما جبتوش للاسف. ما كنتش عارفه تحلل. ان شاء الله ابقى اجي لكم مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. هنا كان ايه 50. يا جماعه ابشر عشان تبقي عارفه ذوي الاحتياجات الخاصه. كل ده شغل ذوي الاعاقه الذهنيه كله اذا حاجه ذهنيه. ده شغل اللي هم اللي هم ايوه ذات الاحتياجات يعني. في كمان في الاكسسوارز في بنت عندي هي اللي بتعمل ديزاين باختيار الكالرز بالماتيريال بالشيبس بكله لوحدها ما شاء الله. عندي بنت فيهم كده عندي. خلي بالك ده رسم بالايد. بصوا يا جماعه ده بصوا الحاجات دي بقى هاند ميد جلد طبيعي. تمام. مخيط بجلد طبيعي. بكام دي؟ 25. دي 25. وهنا اهوت الصورات ايه 135. ده مورانو طبعا. ده حاجات مورانو. بصوا يا جماعه اهي كل ده يا جماعه هاند ميد. تمام. وكمان اللي هم زاوية ايوه زاوية اللي هم الحالات الخاصه. عندي اهو
يحصل ان شاء الله. اوكي طب ممكن اخد بس يعني ممكن تقول بس الحاجات المكرميات دي كام؟ اه عشان كام دي؟ 140 140 اللي جنبها 125 اللي بعدها 100 تمام. واللي هي الشنط اللي هي دي دي ب 85 تمام ب 85 بكام دي؟ دي ودي الواتش 75 تمام. شكرا متشكرة قوي. ماشي السلام عليكم. شكرا. واللي هي شنط الخرز دي 200 و250 مش متشكرة قوي. وهذه يا جماعة حاجات البحر اهي. اتمنى ان شاء الله ان الجوله ما شاء الله تكون عجبت حضراتكم وتكونوا خدتوا فكره عن المعرض هنا. زي ما بقول لحضراتكم المعرض هنا اهوت.